وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير، يعني شهدت القمة الروسية الأفريقية الأولى الاتفاق على إنشاء آلية شراكة الحوار من أجل تنسيق تطوير العلاقات بين الجانبين وإنشاء منتدى شراكة روسيا أفريقيا. ما المأمول من القمة الحالية في نسختها الثانية؟ يعني في الحقيقة القمة الحالية بتأتي في ظروف دولية وأفريقية مختلفة تماما عن القمة الأولى. الحرب الأوكرانية أدت إلى نوع من الاستقطاب الدولي، وبالتالي أصبح كل طرف بيسعى لأن هو اللي يبقى فيه حلفاء وشركاء وتقوية علاقاته مع هؤلاء الشركاء. من هنا فروسيا في هذه القمة الحالية بتركز على عدة موضوعات أفريقيا في أمس الحاجة إليها. مسألة التنمية الاقتصادية، تنمية البنية الأساسية، وأشارت يمكن لأول مرة إلى التعاون في المجال النووي من أجل الصناعة وتوليد الطاقة مع الدول الأفريقية، ويمكن ده هيكون على نمط نموذج مشروع الطبعة في مصر. أيضا بالنسبة لعملية نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات، لأن أفريقيا تحتاج إلى هذا، لأن ده بيزيد لها قيمة مضافة لما لديها من موارد طبيعية. أيضا بالنسبة لأفريقيا الاهتمام بالتعليم، هتكون في ورشة عمل، لأن هو المؤتمر مقسم إلى حوالي 32 ورشة عمل، كل ورشة عمل بتبحث موضوع، فيكون من ضمن الموضوعات الرئيسية بحث موضوع التعليم العالي، على أساس أن روسيا تقدم مزيد من المنح سواء في مجال التكنولوجيا، مجال التدريب العملي، مجال التعليم الجامعي. أيضا الاهتمام بدور المرأة بحيث نقل خبرات المرأة الروسية إلى المرأة الأفريقية، خاصة وأن المرأة الأفريقية بتطلع بدور في غاية الأهمية، يعني هي أحد عوامل الاستقرار في أفريقيا، خاصة في فترات المنازعات والحروب والصراعات الداخلية أو الصراعات البينية بين الدول الأفريقية. فمن هنا هيكون في أيضا ورشة عمل خاصة بدور المرأة الأفريقية، وأيضا ورشة أخرى برعاية حقوق الأطفال، لأن نلاحظ أن الأطفال بيكونوا هم الأكثر ظلما سواء في الهجرة غير الشرعية أو مثلا في الحرب اللي بتحصل في السودان أو المشاكل الأخرى في الصومال وغيرها من الدول. يعني منذ فترة ليست ببعيدة كان هناك وفد من الاتحاد الأفريقي قد زار روسيا بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية. هل ممكن أن تأتي هذه القمة بجديد في هذه الأزمة؟ هو في محاولات عديدة، يعني في المبادرة الأفريقية، في مبادرات عربية عديدة، في المبادرة الصينية، ولكن المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي الطرف الحقيقي اللي مواجه روسيا، يعني في ظل الاستعداد للانتخابات الأمريكية وتقديم مرشح أمريكي لاحتمالات أن يفوز في هذه الانتخابات، فمن غير المنتظر على المدى القصير أن هيتم فيه موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على وقف القتال والبدء في المفاوضات. هذه المشكلة الحقيقية، يعني هي المبادرة الأفريقية كانت مبادرة عملية وفعلا بتسعى إلى إنقاذ أوكرانيا، لأن أوكرانيا هي مجرد أرض معركة، وإنقاذ الدول الأخرى المتأثرة سواء الأزمة، أزمة الطاقة أو أزمة الغذاء التي تعاني منها أفريقيا. ولذلك روسيا بتعد أفريقيا بأنها ستمدها بما تحتاجه من الحبوب، لأن حصل في قصور شديد في إمدادات الحبوب للدول الفقيرة وارتفاع كبير في أسعارها. يعني النهارده اصبحت رغيف الخبز في الدول الافريقيه، يعني لولا ان هم بيعتمدوا الى حد ما على دقيق الذره في غذائهم كانت بقت مشكله، كانت حصلت مجاعات. فبالتالي هنا يعني المبادرات التي تقدم شيء ايجابي، ولكن للاسف ما فيش حلف الناتو والولايات المتحده الامريكيه لا يريدون وقف القتال الان، وانما بيلجؤوا للتصعيد. السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.